نبي الرتم سريع. اعطونا القرعه يا جماعه الخير ووقف وقف. مرحبا يا عبد العزيز، صح عبد العزيز، حياك الله يا عبد العزيز. حياك يا عزوز، كيف الحال؟ والله بخير، امورك زينه؟ جاهز؟ جاهز. كيف المعنويات؟ جاهز؟ كيف في الثقافه؟ ممتاز. الشباب اخذوا ثقافه واعلام، تبي نفسهم ولا تشوف نفسهم؟ الله. طبعا خلونا نوضح نقطه، ان الثقافه والاعلام في حال انها انتهت، يعني انتهت الاسئله حيخلق اللي هو الـ 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 القسم، وحنروح الى القسم مباشره، يعني بامكانك تروح للرياضه او التجاره او الاقتصاد. يلا الثقافه والاعلام، السؤال يقول، اعطونا اياه على الشاشه. تتهل اسارير الانسان في حال الفرح، الغضب، الحزن. تتهل اسارير الانسان في حال الفرح، الغضب، الحزن. الغضب. الغضب اثبت؟ ثبت. ثبت. تتهل اسارير الانسان، يعني تطلع اسراره، الحاجات اللي كان يخفيها. طيب اسارير، يعني فصلها اسارير، هل فيها نوع من السرور؟ اسارير على السر، ما اسارير سرور مش اسرار. خلونا نشوف. يلا للاسف كانت اجابتك خاطئه، ومعوض خير ما راح يكون معك اي نقطه، ولكن خلونا نشوف الرقم اللي كنت تبي تختاره وش اللي فيه. اعطونا الاقفال يا جماعه الخير، الاقفال. اختار لك رقم 17. 17 اللي كان يبي يختاره عبد العزيز، وكان فيه كانت فيها ألف ومعوض خير يا عزوز. يلا يلا، لو انك مجاوب كانت اليوم حصيلتك 1400، ولكن معوض خير.